الخطوة الخامسة إنك تقفل البيع بإضافة منتج كمان يرفع من القيمة الإجمالية للفاتورة أو للصفقة. لما الزبون يقتنع خلاص ويقول لك إن أنا هشتري الحذاء ده أو هدفع فين، اعرض عليه حاجة إضافية ترفع من القيمة الإجمالية بتاعة البيع، ولكن بشرط إنك ما تعرضش حاجة إلا لما يخلص ويقرر إن هو هيشتري المنتج الأول. وحاول دايما الإضافة دي تكون مكملة للصنف اللي هو اشتراه وتكون بسيطة، يعني مش مكلفة قوي، بحيث انها ما تدخلهوش في اختيار من جديد. يعني لو بيشتري حذاء اعرض عليه ورنيش او فرشة تلميع او جوارب او شرابات، لكن ما تعرضش عليه حذاء تاني فيبتدي يحتار بين الاتنين وممكن تفقد الصفقة. وحاول وانت بتبيع الاضافة ديت ترسم له صورة توضح قد ايه الاضافة دي بتكمل المنتج اللي هو اشتراه.